قد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيداً.